بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جبت معاكم حاجة جديدة إن شاء الله، وهتكلم عليها عن جهاز إرسال الواي فاي. طبعا معظمكم يعرف الجهاز ده، وفي معظمكم ما يعرفش خالص حاجة عن الجهاز، وده اللي هنتكلم فيه النهاردة إن شاء الله. بس ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة ولايك الفيديو قبل ما نشوف الكلام عن الجهاز ده. طبعا ده شكل الجهاز، يعني ده أنتنة اسمها أنتنة بترسل الواي فاي، وده ممكن تتحكم في الجهاز الخاص بيك سواء كان الريسيفر لمشاهدة القنوات اللي هي المشفرة، ممكن تحول جهاز الكمبيوتر ان هو يرسل واي فاي عن طريق الجهاز ده. الجهاز ده سعره مش غالي قوي، انت ممكن تخش على رابط موجود في الديسكريبشن اسفل الفيديو، هتلاقي سعر الجهاز ده يعني حوالي بالمصري 50 جنيه، بس مفيد جدا وهيفيدك في حاجات كتيرة قوي. ممكن توصله في الريسيفر علشان الريسيفر يلقط واي فاي من النت ويحول اللي هي القنوات المشفرة لقنوات عادية تقدر تفتحها عادي، وممكن تربطها بجهاز الكمبيوتر الشخصي عشان يبعت واي فاي ويستقبل واي فاي. تعالوا نشوف بعد ما نجيب الجهاز ازاي نشغل الجهاز ده. اول حاجة هتروح عند قائمة ستارت وماي نتورك، هتضغط عليها هيفتح لك الصفحة بالشكل ده كده، هتضغط على نتورك اند شيرنج سنتر، بعد كده تختار change adapter settings، بعد كده تختار على wireless network. تعال نضغط عليها نشوف. زي ما انت شايف هنا انا بستعمل كمبيوتر شخصي، ظهر لي هنا خانات الواي فاي، اقدر ادخل واي فاي اللي انا محتاجه وبالتالي هيوصل لي نت عادي جدا عن طريق الجهاز ده. طبعا انت لو جبت الجهاز هتحتاج له تعريفات، هتلاقي التفعيل موجود في الديسكريبشن اسفل الفيديو، هتدخل على اللينك على المدونة هتنزل البرنامج اللي فعل الجهاز ده كده. انا خلصت كلامي عن الجهاز ده، لو احتجت اي حاجة كلمني في التعليق تحت هرد عليك ان شاء الله، وانا احتجت لينك شراء هتلاقي موجود في الديسكريبشن كده شرح. انت لو عاوز اي حاجة كلموني، اشوف الحلقة الجاية ان شاء الله. سلام.